يقول هل كلما يمرض الإنسان يعني أنه قد فعل ذنبا؟ قد يكون أنه فعل ذنبا أو أنه الله جل وعلا أراد أن يرفع من درجاته بهذا الذي أصابه، فهو بين أمرين، إما أن يكون قد فعل ذنوبا والله يريد أن يكفر عنه بما أصابه يكون هذا مكفر، وإما أن لا يكون عليه ذنوب وهذا الظاهر أنه نادر أو متعذر لا يكون عليه ذنوب فيبتليه الله لأجل أن يرفع درجاته في الجنات.